الحين في اتجاه الى قصر البديع. هذا السور حق القصر. هذه ايام العز سبحان الله، ايام ما كنا سيادة الامم وسيادة العالم. قصر البديع مفتوح مسدود. الساعة كم؟ للأسف الدخول إلى قصر البديع غير ممكن. هذه الأسوار، المشكلة أنا لما نشوف المناظر هذه ما أمتلك نفسي من العبارات. يعني هناك مكتوب القصر البديع زي دحين ما أنتم شايفين. قصر البديع مفروض انه يعني من القصور الرائعة. هو بنى سلطان اسمه السعدي احمد بعد انتصاره على البرتغاليين في معركة المخازن. زي ما قلت لكم، ايام ما كنا نحن السيادة العالم للأسف. انا الان هذه الساحة يسموها ساحة القصادرية. طبعا تابعة للقصر. الاقتصادية هي هذه الأشياء. هذه المنطقة الأثرية. Thank you.
نص 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 مع الصباح الحلو هذا. هندخل قصر الباهية. عشرة دراهم. طبعا هذا القصر الباهية اتبنى في الدولة العلوية، اعتقد اسمه وزير اللي بناه، الوزير اسمه احمد امين في عهد السلطان عبد العزيز. وكان يعني يبغى الوزير كان يبغى يطلع يعني من القصور الرائعة جدا، وحاول يعني جميع الحرفيين والفنيين وكذا، سبحان الله توفق قبل ما يتمتع بإنجازه. هي مدخل القصر. مدخل القصر هذا، الجزئية هذه ذكرتني انه كده الدرج بينهو بقطعة خشبية. هذه كانت عندنا نحن في البيوت القديمة منتشرة، الدرج يعني الناس اللي مهتمين في بيوتهم، يعني تقريبا البيوت اللي تبنت قبل خلينا نقول 70 عام ولا شيء في مكة، طبعا اقصد يعني بقى البيت نحن اللي كنا ساكنين فيه اللي بناه جدي طبعا، وكان مهتم ببيته، فكان من ضمن الاشياء يعني اللي تسويها تحط هذه القطعة الخشبية هذه في طرف الدرج. طبعا القطعة الخشبية هذه تمنع يعني التزحلق، وكانوا ستات البيوت يغسلوها ونحن نقول يدعكوها دعك يعني. شوف كويس يعني في هنا اتجاه الزيارة، يعني شيء يخليك هذا بهو القصر. الساحل دائما كانت هي كده الطريقة هذه، انه في وسط البيت يكون في نوع من زي المزرعة الصغيرة والبستان. طبعا شوف النقوش اللي المهتم فيها. يعني واضح انه فن. شوفوا أيام العز. شوفوا أيام العز، هذه مكيفاته حقت زمان. سبحان الله، شوف الفن كيف. سبحان الله. أنا لما أشوف زي ما قلت لكم المناظر هذه والآثار هذه، والله ما يعني ما أمتلك نفسي من العبرات تنهال من عيني يعني. أتذكر قول الشاعر: إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مؤرقة طبعا، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. سبحان الله، كم صرفتنا يد كنا نصرفها،
وبات يحكمنا شعب ملكناه. طبعا هذه الأسقف كلها يعني خشبية ومشغولة بطريقة فنية يعني رائعة. ما زال الإبداع يعني. طبعا خلصت الزيارة، أنا حاولت يعني بعض المقتطفات، ولا كان نفسي أسجل طول الزيارة يعني، لكن البعض ما بيحب يعني غير مقتطفات. هي كانت طبعا هذه آخر أيام العز، أنا أسميها آخر أيام العز. سبحان الله، هو يعني كل في أواخر 1900 كانت يعني نهاية تقريبا العز الإسلامي في المشرق وفي المغرب، وبدأت نشوء القوتين العظمى البريطانية والفرنسية، والقصر هذا في النهاية سكنوه الفرنسيين يعني يبان فترة الحماية، والحمد لله. الآن نشوف قبور السعديين. أعتقد هي تقريبا في عام 1550 يعني أنشأوها لا غالبا. طبعا هم مسلمين، فنحن نسلم عليهم ونقول لهم السلام عليكم. دعا قوم المؤمنون والسلام. هذا الظاهر هنا يعني كانت مقابر الأسرة الحاكمة. هنا آخر المقبرة الظاهر يعني كانت على آخر المدافن. سبحان الله، زارعين ريحان، ريحة الريحان هي اللي طاغية على المكان. القبور والمخرج، حسب ما أنا أفتكر وقرأت إنه ما كانت مكتشفة أصلاً، يعني شوف كيف دخولها وخروجها، شايف؟ الظاهر يعني تم اكتشافها مؤخراً.